مساء الخير، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله مناح. اهلا وسهلا فيكم مطبخ قمر مشرف. اليوم بدي احضر لكم او حضرت لكم الكعك بالسمسم باليانسون بالمحلب اللي كنا ناكله ونحن وصغار مع الحليب، بشهي وبجنن عن جد. جربوا وراح تعجبكم النتيجه كثير كثير، انا متاكده. بيسعدنا كثير وبتشرف فيكم اذا سجلتوا اشتراككم بقناتي وانضميتوا لمطبخي الصغير المتواضع. ما تنسوا تعملوا لي لايك وشير اذا حبيتوا هالفيديو. يلا نشوف طريقه التحضير والمكونات. بحتاج لكوبين ونصف من الطحين العادي متعدد الاستعمالات، بحتاج نصف كوب من السكر، بحتاج 2 حبه بيض، بحتاج نصف كوب من الزيت النباتي، بحتاج ملعقة ونص كبار من الحليب الباودر، الحليب المجفف، ملعقة كبيرة ممسوحة من حبة البركة، ملعقة صغيرة ممتلئة من المحلب المطحون، ملعقة كبيرة ممسوحة من اليانسون الحب، ملعقة كبيرة ممسوحة من البيكنج باودر، ملعقة صغيرة ممسوحة من اليانسون المطحون، نفس الشيء بس بيكون مطحون، وملعقة كبيرة ممسوحة من السمسم المحمص، ورشة ماء زهر ورشة ماء ورد، يعني تقريبا ملعقة كبيرة مع ملعقة كبيرة. هلأ نشوف طريقة التحضير. بجاط عميق بكسر 2 حبة بيض، والبيض لازم يكون بدرجة حرارة المكان، إذا كان عندكم بالبراد طلعوه قبل بساعة بصير تمام وبدرجة حرارة المكان. حط فوقهم، بنزل عليهم كمية السكر، وبخفق على الخفاء الكهربائي على أعلى سرعة حتى يصير المزيج كريمي وتقيل شوي. وهيك أعزائي بكون أنا خفقتهم. شوفوا كيف صاروا، ما منطول يعني على سرعة عالية، كم دقيقة بس. هذا اللي أنا بدي إياه، شايفين المزيج كيف صار؟ ذاب السكر، ارتفع البيض شوي، دخلنا له هواء. هلا رح أحط ضيف زيت النباتي، كمان رح أخفق شوي على سرعة عالية حتى يختلط الزيت مع المزيج. الحليب المجفف، وبضيف المحلب، اليانسون الحب، بخفق شوي. السمسم المحمص، اليانسون المطحون، حبة البركة أو الحبة السوداء أو السمسم الأسود، برجع بخفقهم على سرعة عالية. توقف عن الخفق ومنكفي باقي الخطوات. وهلأ رح أضيف الطحين، بس رح نخله. انا نخلته وانا عم جهز المكونات، ورح نخله مرة ثانية، لازم يكون منخل حتى يطلع الكعك ناعم وجميل وما في تشققات. اذا انا عم ضيف الطحين ونخله مباشرة فوق الخليط. طبعا ما عاد في داعي انه نضيف لا هالخليط بما انه ضفنا له بيض فانيليا او شيء، لانه كله عطر يانسون ومحلب
فما عاد في اثر للبيض. فاللي خايفان من البيض ويقول انه في بيض ولا تقلقوا ابدا، ولا اصلا اذا ضيفتوا حدا رح يعرف انه في بيض. بنزل كل الكميه اللي بقيت عندي، بنخلها وببدا بجمع بايدي بخلط الطحين مع البيض المخفوق وهالبهارات الرائعة. لازم تكون العجينة مانا متماسكة مثل عجينة الفطاير أو البيتزا، لازم تكون رخوة شوي صغيرة، ما كتير طبعا، بس يعني مانا عم تلزق فيها تلزيق شوي بالإيد. هذا اللي أنا بدي إياه. بس رح رش شوي طحين على الجلوفز معاي لأنه مثل ما تكون شايفين لزق، وبرجع لكم إن شاء الله. شايفين مثل ما قلت لكم فيها تلزيقة بسيطة، بس شوفوا كيف انجمعت على بعضها. رح اضيف بس شوي رشي بسيطة من ماء الورد بس لحتى مثل عطر للكعك، ورشي بسيطة من ماء الزهر. واذا بدكم اختياري لا تضيفون، وبرجع بلمها على بعضها بالضبط هيك بدي اياها. بحط لها بلاستيك راب وتركها بس 10 دقائق قبل ما اشتغل فيها. هلا بعد 10 دقائق صارت جاهزه للاستخدام. مثل ما نكون شايفين تلزق شوي صغيره بس ما كثير. اذا لقيتوها انه كثير عم تلزق طبعا لازم تضيفوا رشه طحين بس حتى تبطل تلزق وتضل قوامها بهالشكل هذا، مثل المعمول يعني تقريبا بتشبه المعمول، حتى تقدروا تشكلوها وتتعاملوا معها. طبعا هلا قبل ما نبلش نشتغل فيها لازم نجهز صينية الفرن مفروشة بورق زبدي، ونحمي الفرن من الأسفل والأعلى على درجة متوسطة. هلا بنبدأ العمل. باخذ قطعة من العجين، شوفوا ما أحلاها، شوفوا قوامها كيف. بقطع لقطع صغيرة بالشكل هذا، بفردوا بهالطريقة وبعملوا على شكل سوار، وبقفل وبحطها بصينية الفرن. رح اعمل وحدة ثانية تلزق هي شوي بالايد بس ما في مشكلة، تمام. بعملها على شكل حبل طويل شوي، بحط الطرفين على بعض بلزقهم وبحطها ايضا بصينية الفرن. هلا الى الفرن مثل ما قلنا على درجة حرارة متوسطة، لا تقيدك فرنك والفرن شكل، المهم انه الدرجة متوسطة اسفل واعلى مع مراقبة شديدة. هاي احبائي هلا طلعتهم من الفرن، اخذوا تقريبا بحدود النص ساعة. ما عليت درجة الحرارة، الحرارة متوسطة يعني ضعيفة الحرارة بالفرن حتى ينجحوا. هلأ ما بصير ندقرهم أبدا أبدا ولا بيتاكلوا، لازم نتركهم يبردوا لحتى توضح النكهة تبعتهم ونقدر ناكلهم. إذا هلأ بنتركهم هيك يبردوا كليا. وهي أعزائي الكعك من أروع ما يكون، بنتيجة بتشهي وبتجنن 100%. اسمعوا الصوت، سمعانين؟ حتى إذا بدي أقسم لكم إياه بالنص شوفوا القلب من الداخل بشهي ما طبيعي، كثير طيب. وانا حضرت معه حليب، فيكم بتقدروا تشربوه تاكلوا حد فنجان قهوه او كوب من الشاي مع الحليب، كثير طيب ورجعنا لايام الطفوله. اذا حبيتوا وصفاتي واستفدتوا مني وحبيتوا مطبخ قمر بيسعدني كثير انكم تسجلوا اشتراككم وتنضموا لمطبخي. شكرا لكم، وما تنسوا تعملوا لي لايك وشير اذا حبيتوا قناتي. يعطيكم الف عافيه ودمتم في رعايه الله.